باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هنراجع مع بعض آخر ثلاث دروس في الوحدة الثانية اللي بعنوان الالتقاء بالرب يسوع. عشان نلتقي بالرب يسوع لازم يكون عندنا محبة ومخافة الله وحياة الطهارة والعفة وحفظ الطوبة والانتصار على الشياطين وأشواق مقدسة والوجود مع الله. فأول حاجة هنتكلم عنها محبة ومخافة الرب يسوع. فالمحبة هي الرباط المقدس الذي يربط الناس بالله، فهي تميز أولاد الله لأن الله يسكن فيهم. وزي ما قال لنا يوحنا الحبيب في رسالته الأولى الإصحاح الرابع، الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. فالمحبة رباط مقدس يربط الناس بربنا لأن الله محبة. فما هي أهمية المحبة؟ المحبة هي قمة الفضائل كلها وهي الفضيلة الأولى، والمحبة هي أساس كل فضيلة، فكل فضيلة خالية من المحبة ليست فضيلة على الإطلاق. وزي ما قال لنا بولس الرسول لتصير كل أموركم في محبة، يعني أي فضيلة عندنا زي فضيلة العطاء أو الوعظ، أي فضيلة عندنا خالية من المحبة يعني ما فيهاش محبة مش هتبقى اسمها فضيلة. فالمحبة تعتبر أساس كل فضيلة. المحبة هي أولى ثمار الروح القدس، وإحنا لما بنتعمد ويسكن فينا الروح القدس فأول ثمرة من ثمار الروح القدس بتولد جوانا هي ثمرة المحبة. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، وداعة، لطف، تعفف، صلاح، إيمان. فإذا امتلأ القلب بها يعيش في فرح وسلام، لأن الإنسان اللي عنده محبة دايما عايش في سلام وعايش في فرح وعايش في هدوء. والمحبة أعظم من الإيمان والرجاء والنبوة. فأي إنسان إيمانه قوي وعنده رجاء في ربنا وعنده نبوة، وزي ما قال لنا بولس الرسول في رسالة كرونسوس الأولى، أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهم المحبة. يعني المحبة أهم وأعظم من الإيمان والرجاء والنبوة. وزي ما قال لنا إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. فالمحبة أهم بكتير من إن الإنسان بيعرف يعظ أو عنده أي فضيلة من الفضائل ويكون إيمانه قوي، فمش هيستفيد حاجة لو ما عندوش محبة، إنما بالمحبة هتكمل الفضائل. المحبة آخر وصية أعطاها الرب يسوع لتلاميذه في ليلة العشاء الأخير، أكد عليهم تاني وقال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لما غسل أرجل التلاميذ وعلمهم ووراهم درس عن المحبة عملي، ومفيش طبعا أعظم من حب الله لينا، لما قال ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. فالحب تضحية وبذل وعطاء، والمحبة هي العلاقة التي تميز تلاميذ السيد المسيح، لما قال لنا في يوحنا 13 بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. فالمحبة اللي بتميز تلاميذ المسيح وأولاد الله. المحبة قوية دائما، فشبه الكتاب المقدس قوة المحبة بقوة الموت، لما قال لأن المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. فالمحبة قوية فيما تقدمه من بذل وعطاء، فقد ساعد السيد المسيح على الصليب لكي يخلصنا ويفدينا، فبذل ذاته من أجل أحبائه. لماذا نحب الله؟ أول حاجة لأنه أحبنا أولا، فخلقنا على صورته ومثاله، وحتى بعد السقوط أحبنا ودبر لنا قصة خلاصنا وفدانا بدمه. تاني حاجة لأن أرواحنا تستريح فيه وحده، لأن الإنسان مخلوق سماوي يشتاق إلى السماء ويحن إليها ويشتاق إلى الله والوجود معه، لأنه نفخة مقدسة من الله. وهو وعدنا في متى 11 وقال لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ثالث حاجة أحب الله من أجل إحساناته الدائمة، وقالها داود النبي في مزمور 103 باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. فبركات وحسنات الله كثيرة جدا في حياتنا ودائمة ومستمرة. أحب الله من أجل حنانه العجيب الذي يفوق كل وصف، فحنية الله وحبه يشمل جميع حياتنا، فلم يتركنا للهلاك وعينه دايما علينا من أجل مكاننا معاه في الملكوت. خامس حاجة من أجل بهائه وجمال الحياة معاه، فأحب الله من أجل الحياة معه في كامل السعادة والهدوء والحب، بالمقارنة طبعا بالحياة على الأرض وشقائها وتعبها. أحب الله لأنه قوي يحرس ويسند، زي ما شفنا مع دانيال لما كان معاه في جب الأسود، والتلات فتية لما كان معاهم في أتون النار.
واحنا لو اتأملنا في أمور حياتنا هنلاقي ربنا واقف جنبينا بيقوينا ويحرسنا ويسندنا في كل لحظة من حياتنا، بالظبط زي دانيال والتلات فتية. وأحب الله لأن محبته تنقذنا من الوقوع في الخطأ، زي ما حصل مع يوسف الصديق اللي كان حاطط ربنا دايما قدام عينيه ومخافة الله في قلبه، وقال لامرأة فوتيفار لما عرضت عليه الشر: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأن يوسف كان بيحب ربنا جدا، ومحبة ربنا هي اللي أنقذته من وقوعه في الخطية. كيف نحب الله؟ نحب الله بتأمل صفاته الجميلة ومعاملاته مع البشر، وده من خلال الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو معاملات الله مع البشر من أول آدم في سفر التكوين لحد سفر الرؤية ورؤية السماء وجمال السماء والحياة فيها. فالله ثابت مع الإنسان ومعاملاته فيها حنان وحب. أحب الله بمناجاته باستمرار والتحدث معه والصلاة إليه. والمناجاة هي الصلاة المستمرة، نحن نتكلم مع ربنا ويكون لنا علاقة مستمرة معاه. ثلاثة، بالتمسك به دائما وعدم التفريط فيه، فلا يمكننا الحياة بدونه، لأن الله كل شيء في حياتنا لا نستطيع أن احنا نعيش من غيره. فنتمسك بيه وبإيماننا وثقتنا في كل كلمة هو بيقولها لنا وثقتنا في محبته. نحب الله بالخضوع والرضا لكل ما يسمح به، من ثقتنا فيه ومحبتنا ليه هنرضى بكل حاجة هو بيسمح بيها. نحب الله باتخاذه صديقا وبعشرته نشعر بالراحة في الوجود معه، فهو أفضل صديق لحياتنا. أحب الله بالثقة الكاملة فيه وأن من يمسنا يمس حدقة عينه، فالثقة في الله والتسليم له واتخاذه صديق وعشرته والرضا بكل ما يسمح به والتمسك به ومناجاته باستمرار والتأمل في صفاته الجميلة تجذبنا لأن نتمتع بمحبة الله. تاني حاجة، مخافة الله. ما هي مخافة الله؟ مخافة الله هي بداية الطريق إلى المحبة، لأن بدء الحكمة مخافة الرب، يعني اللي يحط قدامه دايما ربنا ويبقى عنده مخافة لله وليس خوف، لأن المخافة فيها محبة وفيها عشرة وفيها حب لله. إن أنت تخاف على زعل ربنا عشان أنت بتحبه، ودي عكس الخوف، لأن الخوف فيه مشاعر من عدم المحبة. ويقصد بمخافة الله مهابته وطاعته والتوقير والإجلال والاحترام له أثناء الصلاة وتنفيذ وصاياه. فأنا أحب الله وأحب أن أسمع كل وصاياه وأعمل بها. فتعتبر المخافة هي جسر يوصل الإنسان لمحبة ربنا. ليه؟ لأن الإنسان الخاطي لو بدأ علاقته بربنا بالمخافة هيتوب وهيغصب على نفسه إن هو يترك الخطية خوفا من أن يغضب الله أو يتعرض لعقوبته، وكلما ينفذ وصاياه يجد فيها لذة فيحب الله ويحب وصاياه. ففي مخافة الله في الكنيسة الأولى عندنا قصة حنانيا وسفيرة وعقاب بطرس لهما لما كسبوا على ربنا وعلى بطرس فوقعوا وماتوا، وده كان علشان ما يكونوش قدوة لباقي المؤمنين ان هم يتمثلوا لهم وتسقط مخافة الله من قلوبهم. فمخافة الله ضرورية جدا لحياة الانسان والحفاظ على مكانه في الملكوت. وكذلك معاقبة بولس الرسول لعليم الساحر بالعمى، وعليم الساحر هو بار يشوع اللي كان بيحجز كلمة بولس الرسول عن ربنا للوالي، فعاقبه بولس الرسول بالعمى. والقصتين دول بيوضحوا أهمية مخافة الله منذ الكنيسة الأولى. فما هي أهمية مخافة الله؟ مخافة الله هي بداية الطريق للملكوت وسياج الحياة الروحية، والسياج هو السور اللي بيحمي. فمخافة ربنا هي السور اللي بيحمي الحياة الروحية لكل إنسان وعلاقته بربنا. فطول ما أنت عندك مخافة الله مش هتقع في الخطية وطريقك هيكون مستقيم للأبدية. تاني حاجة هي التي توصل الإنسان إلى التوبة وتنفيذ الوصايا، لأن طول ما أنت حاطط ربنا قدامك وعندك مخافة الله في قلبك هتتوب عن أي خطية بتقع فيها وهتنفذ وصايا المسيح باستقامة، لأن وصايا المسيح من أجل مصلحتنا اللي هتوصلنا وتنقذنا من الوقوع في الخطية. مخافة الله تعلم الإنسان حياة الحرص والتدقيق والجدية في الحياة الروحية. طول ما ربنا قدامك هتبقى إنسان حريص ومدقق جدا وعندك جدية في حياتك مع الله، وترفض الخطية بقوة ولا تسمح لها إن هي تدخل حياتك. مخافة الله تقود الإنسان إلى الاتضاع وانسحاق القلب والخشوع. فطول ما ربنا في قلبك هيبقى قلبك نقي وعندك اتضاع وانسحاق وخشوع. مخافة الله بتساعد الإنسان على الجهاد والتعب وحياة القداسة والنمو الروحي، لأن طول ما ربنا في قلبك هتفضل حياتك مقدسة
وبتتعب وبتجاهد ضد الخطية ويكون ليك نمو روحي، يعني هتكبر في علاقتك مع ربنا. مخافة الله تدعو الإنسان إلى حسن التعامل مع الآخرين، فلا يقول لأخيه يا أحمق حتى لا يستوجب نار جهنم، ولا يدين أحد خوفا من أن يدان، لأن تنفيذ وصايا الله بتحفظنا من الوقوع في الخطأ وبتحسن معاملتنا مع الآخرين. كيف نصل إلى مخافة الله؟ أو ما هي الوسائل التي نصل بها إلى مخافة الله؟ أول حاجة، لو عرفنا بشاعة الخطية ونتائجها التي تفصلنا عن الله، هنعرف قيمة مخافة الله وهنتمسك بها. تاني حاجة، نتذكر الوقوف أمام الله في يوم الدينونة الرهيب، لأن لابد من الحساب والدينونة، فلكل شيء تحت السماء وقت ولكل إنسان نهاية، فمخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. تلاتة، المهابة والخشوع لكل ما يتعلق بالله ومقدساته، يعني نحترم بيت ربنا ونراعي الأدب في كل ما يتعلق بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس بخشوع، وتقديس يوم الرب والذهاب للكنيسة والوفاء بالعهود والنذور والعشور. ونصل لمخافة الله أيضا من خلال احترام ومهابة الكبار، فإذا تعود الإنسان احترام والديه ومدرسيه ورجال الدين وكل ما يكبره في السن وحتى برضو الصغير، لأن الاحترام هي صفة شاملة الكبير والصغير، بالاحترام سيصل الإنسان إلى مخافة الله. خمسة، نصل إلى مخافة الله من خلال الدقة في محاسبة النفس، إن أنا أعرف نفسي كويس، أعرف ضعفاتها وأعرف نقاط قوتها وإضعافات أعتذر عنها ربنا وأتوب وحط مخافة ربنا في قلبي على طول. ستة، حياة التوبة توصلنا لمخافة الله، فالتوبة ومخافة الله يعملان معا وكل منهما يكون سبب للآخر، يعني مخافة ربنا في قلبنا هتدفعنا للتوبة والتوبة هتدفعنا لمخافة الله. رقم سبعة، الاتضاع، بالاتضاع نصل إلى مخافة الله، فقال لنا بولس الرسول في رومية لا تستكبر بل خف، خف يعني اجعل في قلبك مخافة الله، ولا تستكبر يعني ما تبقاش إنسان متكبر، فالاتضاع يوصلنا إلى مخافة الله ومحبته. ناخد أسئلة الدرس أكمل. بداية الطريق إلى محبة الله هو مخافة الله. اتنين، كل فضيلة خالية من المحبة ليست فضيلة على الإطلاق. تلاتة، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم لبعض. أربعة، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. خمسة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخطأ مع تصحيح الخطأ. واحد، المحبة هي ثالث ثمار الروح القدس. الإجابة طبعا غلط، لأن المحبة هي أولى ثمار الروح القدس. اتنين، المحبة أعظم من الإيمان والرجاء والمحبة. طبعا الإجابة غلط، لأن المحبة أعظم من الإيمان والرجاء والنبوة. تلاتة، بدء الحكمة مخافة الرب. الإجابة صح. أربعة، مخافة الله تقود الإنسان إلى تشامخ القلب. الإجابة غلط، لأن مخافة الله تقود الإنسان إلى الاتضاع. خمسة، التوبة ومخافة الله كل منهما سببا للآخر. الإجابة صح، لأن التوبة هتدفعنا لمخافة الله ومخافة الله هتدفعنا للتوبة. سين اتنين، تعتبر المخافة جسر يوصل الإنسان إلى محبة الله. اشرح هذه العبارة باختصار. الإجابة هنقول إن المخافة تعتبر جسر يوصل الإنسان إلى محبة الله، فالإنسان الخاطي يبدأ بالمخافة فيتوب ويغصب نفسه على ترك الخطية خوفا من أن يغضب الله ويتعرض لعقوبته، وكلما ينفذ وصاياه يجد فيها لذة فيحبها. سؤال الرابع، ما هي المحبة؟ هنقول إن المحبة هي الرباط المقدس الذي يربط الناس بالله، وهي تميز أولاد الله لأن الله يسكن فيهم، وأن الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. السؤال الخامس، لماذا نحب الله؟ الإجابة هنقول لأنه أحبنا أولا، لأن أرواحنا تستريح فيه وحده من أجل إحساناته الدائمة، من أجل حنانه العجيب، من أجل بهائه وجمال الحياة معاه، لأنه قوي يحرس ويسند، لأن محبته تنقذنا من الوقوع في الخطأ. سؤال السادس، كيف نحب الله؟ نحب الله بتأمل صفاته الجميلة ومعاملاته مع البشر، بمناجاته باستمرار والتحدث معه والصلاة إليه، بالتمسك به دائما وعدم التفريط فيه، بالخضوع له والرضا لكل ما يسمح به، باتخاذه صديقا وبعشرته، بالثقة الكاملة فيه. السؤال السابع، ما أهمية مخافة الله؟
الإجابة: مخافة الله هي بداية الطريق وسياج الحياة الروحية، هي التي توصل الإنسان للتوبة وتنفيذ وصاياه، تعلم الإنسان حياة الحرص والتدقيق والجدية في الحياة الروحية، تقود الإنسان للاتضاع وانسحاق القلب والخشوع، تساعد الإنسان على الجهاد والتعب وحياة القداسة والنمو الروحي، تدعو الإنسان لحسن التعامل مع الآخرين. السؤال الثامن: كيف نصل إلى مخافة الله؟ الإجابة: نصل لمخافة الله من خلال معرفة بشاعة الخطية ونتائجها، نتذكر الوقوف أمام الله في يوم الدينونة الرهيب، المهابة والخشوع لكل ما يتعلق بالله ومقدساته، احترام ومهابة الكبار، الدقة في محاسبة النفس، حياة التوبة والاتضاع. السؤال التاسع: ماذا يحدث لو استهان أحد بمحبة الله؟ طبعا الاستهانة بمحبة الله لا تجعل مخافة الله في قلوبنا وتوقعنا في الخطية، فالاستهانة بمحبة الله ومخافته تدفعنا للوقوع في الخطية. هنراجع الدرس التاني، حياة الطهارة والعفة. ما المقصود بالعفة والطهارة في المسيحية؟ هي تشير إلى حياة القداسة، وهي تعني تقديس الروح ونقاوة القلب والفكر وقداسة الجسد، والعفة هي السيطرة على شهوات الجسد وبالتالي تجعله طاهر. فالطهارة بتترتب على العفة ونتيجة طبيعية للعفة، فالإنسان اللي عنده عفة وعنده سيطرة وإدارة وحسن إدارة لجسده وشهواته هو إنسان طاهر في كل شيء. فكيف تقتني حياة الطهارة؟ نقتني حياة الطهارة من خلال طهارة وعفة القلب والفكر، لأنهم مصدر طهارة الحواس الأخرى، لأن الإنسان عنده 5 حواس، فلو حافظت على طهارة الحواس هتحتفظ بطهارة وعفة القلب والفكر. وزي ما قال لنا بولس الرسول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. تاني حاجة طهارة وعفة الجسد، بحيث لا يسلك الإنسان حسب شهوات الجسد ولا يثير الشهوة في غيره، ويقاوم الخطية ويكون محتشما وعفيف الملبس، وأن يدقق في أسلوب المشي والحركة ونوعية الصوت، يعني إنسان مدقق مع نفسه ومحافظ على كل تصرفاته بعيدة عن إثارة الشهوة في نفسه أو في غيره. 3. طهارة وعفة اللسان، بالبعد عن كل كلمة بطالة أو تهكم أو شتيمة، وعدم التشهير بالغير، بالنميمة والإدانة. 4. حاجة طهارة وعفة النظر، بالبعد عن كل نظرة شهوانية والحفاظ والتحكم في كل نظرة، فالحفاظ على عفة النظر يؤدي إلى طهارة القلب والفكر التي تفسد طهارة الجسد كله. 5. طهارة وعفة الأذن، وهي التي لا تتنصت على أسرار الغير ولا تتلذذ بأحاديث شهوانية أو نكت هزلية. وطهارة وعفة اليد، هي التي لا تغتصب حقوق الآخرين أو حد ياخد حاجة مش بتاعته بالظلم وعدم الاستحقاق. فإحنا نلاحظ هنا أن طهارة وعفة الحواس الخمسة هم المدخلات اللي بيحافظوا على طهارة وعفة الجسد كله والإنسان كله، فكره وقلبه. فلو حافظنا على طهارة وعفة كل حاسة من حواسنا هنحفظ نفسنا طاهرين. وزي ما قال لنا: القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، والقداسة تيجي عن طريق الطهارة والعفة. فنحافظ على طهارتنا من أجل أن احنا يكون لنا التقاء مع الرب يسوع. ما هي سمات الطهارة والعفة المسيحية؟ العفة المسيحية هي نعمة وعطية مجانية، ولكنها تطلب بالجهاد، يعني احنا بناخدها، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس وفضيلة إيجابية. لما احنا بننال الروح القدس في المعمودية، العفة والطهارة بتكون ثمرة من ثمار الروح القدس، بتزرع جوانا وتنمو معنا، ولكن تطلب بالجهاد، يعني لو أهملناها مش هتنمو معنا، إنما بالجهاد الحفاظ على عفتنا وطهارتنا هتنمو وهتكبر معنا، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، وهي أمر إلهي، وهي تشمل كل ما يتعلق بالقلب والفكر والجسد، وتتطلب تضحيات كتير وتستلزم يقظة وجهاد، وهي نامية، فيمكن أن تصل إلى الكمال المطلوب بقدر أمانة الإنسان وطاعته لوصايا الله. وكلمة نامية يعني بتكبر مع نمونا في الجسد، فكل ما بننمو جسديا ننمو أيضا روحيا في الطهارة والعفة والقداسة. طيب، ما أهمية حياة الطهارة والعفة؟ أهميتها إن الطهارة والعفة وصية من الله، فقد أمرنا أن نكون قديسين كما هو قدوس، وإنه بدون القداسة لن يرى أحد الرب، وإنه بسبب النجاسة أباد الله العالم القديم بالطوفان وأحرق سدوم وعمورة، لأن كانت الخطية الأساسية
في سدوم وعمورة وفي العالم القديم قبل الطوفان هي عدم الطهارة والنجاسة، وده عقاب ربنا لهذه الخطية. تاني حاجة، الطهارة والعفة فضيلة أساسية للحياة الروحية، فالإنسان الروحي هو إنسان طاهر وعفيف. تالت حاجة، الطهارة والعفة فضيلة كرمها الله، فقد أخذ جسدا من عذراء بتول، واختار العذراء مريم إن هي تكون أمه لأن هي طاهرة وعفيفة وتعيش في حياة القداسة، لذلك هي فضيلة كرمها الله. أربعة، إن الطهارة والعفة تؤهل الإنسان ليعيش حياة مباركة لخير الإنسان ولخير المجتمع كله، زي يوسف الصديق اللي أصبح بسبب طهارته وعفته وزير كبير في قصر فرعون ومدبر لشعب مصر، وأنقذ شعب مصر من المجاعة فترة طويلة، وده من أجل عفته وطهارته. غير أن الطهارة والعفة بتحفظ للإنسان حياة فيها سلام وهدوء وفرح، ما فيهاش خوف، لأن الخطية هي اللي تؤدي إلى خوف الإنسان وحياة القلق والاكتئاب بسبب الخطية، والإنسان الخاطي بيعتبر عبد عند الشيطان مذلول لخطيته، إنما الإنسان الطاهر والعفيف بيعيش في حرية كاملة، هو اللي بيتحكم في شهواته وجسده، مش جسده وشهواته هي اللي بتتحكم فيه. لذلك الإنسان المرتبط بربنا اللي بيحب ربنا بيسمع وصاياه ومحافظ على عفته وطهارته هو إنسان حر وعايش في سلام وفرح. ما هي مقومات حياة الطهارة؟ لحياة الطهارة والعفة جانبان مهمين جدا، هما عمل إلهي وعمل بشري. أول حاجة العمل الإلهي، وهو عمل النعمة فينا اللي بيرفع الإنسان لفوق إغراءات العالم وشهواته، فلا يستطيع الإنسان مهما عظم جهده أن يحقق الطهارة وحده، لكن هو محتاج لربنا، محتاج لعمل النعمة فيه، محتاج أن ربنا يسنده ويقويه علشان يفضل محافظ على نفسه طاهر طول الوقت. تاني حاجة هي عمل بشري، وهو رغبة الإنسان وسلوكه في حياة الطهارة تجاوبا مع العمل الإلهي والثقة والرجاء في الله. فمهما تعثرنا أو سقطنا نصلي دايما ونشبع بالإنجيل وبالتناول من جسد الرب ودمه، ونكون مدققين فيما يدخل حواسنا وأفكارنا واتجاهاتنا، يعني مفيش حاجة تدخل من خلال حواسنا إن كان نظر أو سمع أو كلام أو إحساس عشان نقدر نحافظ على عفتنا وطهارتنا. وبالوقت الإنسان هيصبح متعود على الطهارة وسلوكه ثابت في حياة الطهارة. ثالث حاجة الحياة الهادفة، إن الإنسان يكون عنده هدف بيسعى إليه، فالحياة التافهة الفارغة خطر جدا على حياة الطهارة، لذلك لابد من وضع أهداف مقدسة مثل الصلاة واستيعاب وصايا الله والاهتمام بالدراسة والتفوق فيها. فطول ما احنا عينينا على السماء وأهدافنا مقدسة الله بيسندنا وبيدينا النجاح في كل عمل احنا بنعمله. كيف نحتفظ بحياة الطهارة والعفة؟ أو ما هي الطرق أو الوسائل التي يمكن الاحتفاظ بحياة الطهارة والعفة؟ أول حاجة هي الطرق الوقائية، وتاني حاجة طرق علاجية، لأن بالضبط الخطية عاملة زي المرض، فعلشان أقي نفسي من المرض لازم يكون في طريقة وقائية بالبعد عن مجال الخطية من مناظر معثرة ومعاشرة رديئة ومقاومة أفكار الخطية، البعد عن الفراغ بالانشغال بالدراسة والمستقبل والهوايات النافعة والصلوات والاجتماعات الروحية وخدمة المرضى والفقراء والأيتام ومدارس الأحد والمهرجانات والمؤتمرات الروحية. التقدم والنمو في الحياة الروحية والهروب من الخطية ليس كافي، بل يجب أن يحصن الإنسان نفسه بمحبة الله ومخافته. تاني حاجة الطرق العلاجية، يعني لو حصل وإن أنت وقعت في الخطية، أول حاجة تعملها في العلاج طرد أفكار النجاسة بسرعة وعدم التفاوض معها، يعني ما عدش أفكر وأتفاوض مع فكر الخطية إنما أطردها بسرعة. اتنين، مقاومة اللذة الحسية الخاطئة سواء في القلب أو الفكر أو النظر أو اللمس، وزي ما قال لنا بولس الرسول قاوموا إبليس فيهرب منكم، وذلك عن طريق تغيير مجرى الفكر الخاطئ بالصلاة والهروب من مصدر اللذة والتفكير في جراحات وألام المسيح اللي تحملها بسبب خطايانا، لأن كل خطية إحنا بنعملها كأننا بنعيد تاني ألام المسيح على الصليب، فلما نفتكر جراحات وألام المسيح هنطرد فكر الخطية من جوانا. ثلاثة، عدم اليأس والجهاد ضد النجاسة، فمهما وقعنا في الخطية مش هنيأس وهنقف تاني وهنبعد عنها وهنطرد كل فكر نجس. فلا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، ومهما سقطت برضو هقوم وهعيش في حياة التوبة والطهارة والعفة.
أسئلة الدرس أكمل. يقصد بطهارة وعفة اللسان البعد عن كل كلمة شريرة وعدم التشهير بالغير. 2. لحياة الطهارة والعفة جانبان، هما عمل إلهي وعمل بشري. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. أساس حياة الطهارة والعفة يعتمد على الجهاد الشخصي وقوة الشخصية. الإجابة غلط، لأن أساس حياة الطهارة والعفة بيعتمد على عمل النعمة فينا، يعني لولا وجود ربنا معانا ما نقدرش إن إحنا نحافظ على عفتنا وطهارتنا، فإحنا محتاجين لربنا يسندنا ويقوينا. 2. طهارة وعفة الجسد تشمل احتشام الملبس وأسلوب المشي ونوعية الصوت. الإجابة صح. 3. عدم اليأس والجهاد ضد النجاسة من الطرق الوقائية للاحتفاظ بحياة الطهارة. هي الإجابة غلط، لأن عدم اليأس والجهاد ضد النجاسة من الطرق العلاجية للاحتفاظ بحياة الطهارة، لأن الطرق الوقائية فيها البعد عن مجال الخطية والبعد عن الفراغ والانشغال بالدراسة والتقدم في الحياة الروحية، إنما الطرق العلاجية هي طرد أفكار النجاسة، مقاومة اللذة الحسية، وعدم اليأس والجهاد ضد النجاسة. السؤال الثالث وضح باختصار كل من 1. كيف تقتني حياة الطهارة؟ نقتني حياة الطهارة من خلال طهارة وعفة القلب والفكر، طهارة وعفة الجسد، طهارة وعفة اللسان، طهارة وعفة النظر، طهارة وعفة الأذن، طهارة وعفة اليد. السؤال الثاني، ما أهمية حياة الطهارة والعفة للإنسان المسيحي؟ الإجابة، أهمية حياة الطهارة والعفة إن هي وصية من الله، فقد أمرنا أن نكون قديسين، وأن الطهارة والعفة فضيلة أساسية للحياة الروحية. الطهارة والعفة فضيلة كرمها الله فاختار أن يأخذ جسدا ويولد من عذراء وبتول. الطهارة والعفة تؤهل الإنسان ليعيش حياة مباركة لخيره ولخير المجتمع. سؤال الثالث، لحياة الطهارة والعفة جانبان، جانب إلهي وجانب بشري، وضح باختصار كل من. الإجابة، هنقول إن حياة الطهارة والعفة جانبان، هما عمل إلهي وعمل بشري، أو جانب إلهي وجانب بشري. الجانب الإلهي هو عمل النعمة فينا اللي بيرفع الإنسان فوق إغراءات العالم، وإنما العامل البشري هو رغبة الإنسان وسلوكه في حياة الطهارة وتهديف حياته، إنه يضع لحياته أهداف مقدسة يسعى إليها. آخر سؤال، كيف نحتفظ بحياة الطهارة والعفة؟ للاحتفاظ بحياة الطهارة والعفة لازم يكون في طرق وقائية وطرق علاجية. الطرق الوقائية بالبعد عن مجال الخطية، البعد عن الفراغ، والتقدم والنمو في الحياة الروحية، إنما الطرق العلاجية طرد أفكار النجاسة ومقاومة اللذة الحسية وعدم اليأس والجهاد ضد النجاسة. هنراجع مع بعض الدرس الأخير، حفظ التوبة والانتصار على الشيطان. التوبة في المسيحية هي تغيير فكري يقود بنعمة المسيح إلى تغيير في كيان الإنسان كله. أول حاجة بحفظ التوبة، فالتوبة هي نقطة البدء في الالتقاء بالرب يسوع، ولازمة لمسيرة الإنسان في علاقته مع الله، وهي مدخل أساسي للحياة الروحية عامة، وهو قال لنا في لوقا 13 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فأهم حاجة في التوبة هو حفظها، ومعنى حفظ التوبة هو استمرار اللقاء مع الرب يسوع وعدم الرجوع مرة أخرى للخطية، فالأهم من التوبة هو الاستمرار فيها. ما أسباب عدم الثبات في حياة التوبة؟ أول حاجة التعرج ما بين الفرقتين، ويعني أن الإنسان يتذبذب بين محبته لله ومحبته للعالم، أو يحاول الجمع بينهما، لكن الكتاب المقدس بيؤكد لنا أن محبة العالم هي عداوة لله. ثاني سبب التوبة الغير الشاملة والغير الكاملة، بمعنى أن الإنسان قد يتوب عن الخطية لكنه يستبقى لديه بعض العادات، مثل الغضب أو الشتيمة أو العناد أو الإدانة أو الانتقاد أو الحلفان أو الغش وعدم الأمانة، وهذه العادات تدخل فيها الخطية مرة أخرى، زي قصة حنانيا وسفيرة كان عندهم خطية الطمع وحب المال، ومن أجل حب المال كذبوا على بطرس وعلى الله. ثالث سبب هو الاقتصار على مظهر وشكل العبادة فقط، اللي هي العبادة المظهرية، مثل التناول بغير استعداد أو استحقاق، والقراءة بغير فهم، والصلوات بغير روح.
زي الكتبة والفريسيين اللي كانوا بيهتموا فقط بشكل العبادة، إنما هم ما كانوش ماشيين تبع وصايا الله. رابع سبب، المفاهيم الخاطئة عن الروحيات ومحبة الله. فنركز على محبة الله وغفرانه ونقول إن ربنا حنين وبيغفر، وبننسى خالص إن الله قدوس وليه مخافة. فبالتالي لما بنسقط في الخطية ما بنندمش، وبنعتمد على محبة ربنا إن الله هيغفر لينا، فتصبح الخطية بالنسبة لنا سهلة، فنفقد التوبة ونفقد الاستمرار فيها. فالمفاهيم الخاطئة عن الله والروحيات تفقدنا الثبات في التوبة. خمسة، نسيان الإنسان لوعوده مع الله عند بداية حياة التوبة. يعني بنوعد ربنا بوعود كتير، وأول ما بندخل في حياة التوبة خلاص بننسى وبنرجع تاني، زي ديماس أحد مساعدي القديس بولس الرسول في الخدمة اللي نسي محبة ربنا ورجع تاني لمحبة العالم. كيف نحتفظ بحياة التوبة؟ أول حاجة أن تكون علاقة الإنسان مع ربنا ثابتة مهما كانت الظروف. تاني حاجة، البعد عن العالميات وكل أعمال الظلمة، والبعد عن العثرات وكل مصادر الخطية. تلاتة، عدم استخدام أسلوب التبريرات والأعذار سواء في مواجهة الخطية أو عوائق أعمال الخير. يعني ما اديش مبررات لنفسي ومبررات للخطية وأدي أعذار للخطية، وده بيدفعني أني ما يكونش فيه جدية للتوبة. أربعة، الاهتمام بغذاء الروح وإعطاء الجسد ما يقوته لا ما يشتهيه، وممارسة الوسائط الروحية. يعني زي ما بهتم بغذاء جسدي أهتم بغذاء روحي، والغذاء الروحي هو وسائط النعمة، التناول والصلاة والصوم والصدقة. وفي اهتمامي بالجسدي ههتم باللي بيقويه، مش مجرد ما يشتهيه إنما ما يقوته، يعني اللي يخلي جسدي يعيش. خامس حاجة، المداومة على محاسبة النفس وعدم التساهل مع أي خطية مهما كانت بسيطة، والجهاد ضد الخطية والاعتراف بها، ده يدفعني للثبات في التوبة. ستة، عدم تسمية الخطية بمسميات أخرى مثل تسمية المكر والخديعة بالحكمة، والقسوة بالحزن، والغش بالمساعدة، وعدم الأمانة بالمجاملة. دي كلها مسميات للخطية، لو بعدت عنها وكنت حازم مع نفسي أكيد مش هقع فيها. سبعة، علاج نقاط الضعف التي تدخل منها الخطية والانتصار عليها، زي حب المال. فأنا لو قدرت أتغلب على حب المال، ودي تعتبر نقطة ضعف، أحمي نفسي من خطايا كتير. تمانية، أن يتذكر الإنسان باستمرار الموت والدينونة والحياة الأبدية، لأن طول ما أنا حاطط قدامي أن لكل شيء نهاية، وأن في دينونة وفي حساب وفي حياة أبدية أو في جحيم، أكيد هحافظ على نفسي من الخطية وهستمر في حياة التوبة. تاني حاجة نتكلم عليها هو الانتصار على الشياطين. يعني بعد ما نحفظ نفسنا في التوبة ونثبت فيها، تاني حاجة ده هيقودنا إلى الانتصار على الشياطين. فالانتصار على حروب الشياطين ليس بقوتنا أو بالاتكال على ذواتنا، إنما بمعونة الله، لأن إحنا ضعاف، إنما بالله إحنا أقوياء. فما هي طبيعة حروب الشياطين؟ حروب الشياطين موجهة ضد الله وملكوته وأبنائه، وحروب الشياطين موجهة ضد الكل ولا تقتصر على الخطاة والتائبين. بتزيد حدة هذه الحروب ضد الناجحين في عملهم الروحي، والحروب الروحية هي حروب متنوعة وتستمر حتى موت الإنسان، من أجل أن الإنسان يفقد مكانه في ملكوت السماوات وينتصر عليه الشيطان. طيب ما هي صفات الشيطان وأساليبه في الحروب الروحية؟ أول حاجة هقول إن الشيطان مخادع، يستطيع أن يغير شكله لشبه ملاك نور، لأنه أساسا قبل السقوط كان ملاك نور، فيستطيع أن يظهر في شكل ملاك نور ليضل لو أمكن المختارين كمان، المختارين للملكوت. فالشيطان صاحب قتال لا يهدأ ولا يدع فرصة تفلت منه، ولحوح وكذاب. لحوح يعني بيلح بالخطية على الإنسان أكتر من مرة، لحد ما الإنسان يحاربه بقوة ربنا هيسيبه مش هيرجع له تاني، زي ما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم. وهو أيضا كذاب وله خبرة كبيرة في الحروب مع البشر منذ أن أسقط آدم في الخطية وحتى الآن، فهو كذاب ومخادع زي ما خدع آدم وحواء وأسقطهم في عصيان الله. لاحظ أن الشيطان مخلوق محدود، وبالتالي فهو ليس موجود في كل مكان، والشيطان لا يعرف الأسرار ولا يعلم كل شيء، والشيطان لا يقدر على قراءة أفكار البشر ولا يعرف ما في قلوبهم، لكنه يغويهم فقط. يعني الشيطان ما يقدرش يعرف أفكارك ولا يعرف أنت قلبك في إيه، إنما كل اللي بيقدر يعمله إن هو يرمي لك فكرة، وإنت اللي عليك الاختيار والإرادة، يا تختار الفكرة دي يا ما تختارهاش وترفضها.
والشيطان بيجرب الإنسان في حدود ما يسمح به الله، زي ما شفنا في قصة أيوب لما الشيطان راح استأذن ربنا علشان يروح يجرب أيوب. فاستحالة ربنا يسمح للشيطان إن هو يجربك في حدود أكتر ما في استطاعتك، إنما كل شيء بسماح من ربنا من أجل نقاء وخير الإنسان للحفاظ على مكانه في الملكوت. الانتصار في حروب الشياطين حقيقة كتابية وإيمانية، وضح ذلك. ويقصد بحقيقة كتابية هي موجودة في الكتاب المقدس، وإيمانية يعني عقيدة تؤمن بها الكنيسة. فالانتصار على الشياطين دي حقيقة موجودة في الكتاب المقدس وتؤمن بها الكنيسة. فالله الذي ظهر في الجسد له السلطان على الشياطين التي كانت تصرخ عند رؤياه، لأن كانت شياطين أول ما بتشوف المسيح كانت تصرخ وتخرج من كثيرين، والقديسين انتصروا بمعونة الله وقوة الله على الشياطين، زي موسى النبي اللي انتصر على الشيطان والسحرة أمام فرعون بقوة وعمل الله. وبولس الرسول قال إن الشيطان أعاقه أكتر من مرة عند ذهابه للخدمة، لكن الخدمة هي اللي انتصرت وبقوة الله انتصر على الشيطان. وعندما أهاج الشيطان هيرودس على الكنيسة وقتل القديس يعقوب بالسيف وقبض على القديس بطرس ووضعه في السجن، لكن بقوة صلاة المؤمنين في الكنيسة الأولى الرب أرسل ملاكه وخلص القديس بطرس من سجنه. إذن قوة الله تنتصر على فعل الشيطان. كيف ننتصر على حروب الشياطين؟ فالإنسان يستطيع أن ينتصر على الشيطان، وده هيكون إزاي؟ نحن ننتصر بقوة الله العامل فينا وليس بقوتنا الشخصية. فالإيمان بالله والاعتماد عليه والثقة في معونته ووعوده، زي ما قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ومع استخدام الأسلحة الروحية بممارسة وسائط النعمة الروحية زي الصوم والصلاة وقراءة الكتاب المقدس والاعتراف والتناول وعمل الخير والخدمة. وزي ما قال لنا هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. تالت حاجة عدم الخوف من الشياطين وحيلهم، فهو لا يسيطر إلا على الذي يخضع نفسه له للشيطان، يعني اللي يخاف من الشيطان كأنه بيدي فرصة ليه إن هو يسيطر عليه. فعدم الخوف منهم ثقة في قوة ربنا. أربعة مقاومة الشياطين وكل صور الخطية التي يعرضها علينا، وتعتمد هذه المقاومة على الإيمان القوي لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم، قاوموه راسخين في الإيمان. خمسة السهر والحرص والتدقيق في الحياة الروحية، وهو قال لنا في رسالة بطرس الأولى اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. سادس حاجة اقتناء الفضائل مثل محبة الله والتواضع، فطول ما انت عندك تواضع وعندك محبة ربنا استحالة الشيطان يقدر يحاربك أو ينتصر عليك. وكل القديسين انتصروا على الشيطان بالاتضاع والتواضع. هناخد أسئلة الدرس أكمل. المهم في التوبة هو حفظها، وهو معناه استمرار اللقاء مع الرب يسوع وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخطية. اتنين من الوسائط الروحية التي ننتصر بها على الشياطين الصوم والصلاة والتناول وقراءة الكتاب المقدس. السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة غلط أمام الخطيئة مع تصحيح الخطأ. واحد التوبة ومخافة الله يعملان معا وكل منهما سببا للآخر. الإجابة صحيحة، لأن طول ما في مخافة ربنا هتدفع الإنسان للتوبة، وطول ما في توبة تدفع الإنسان لمخافة الله. اتنين التعرق بين الفرقتين يعني التذبذب بين محبة الله والعالم، والإجابة صحيحة. تلاتة الشيطان مخلوق محدود وبالتالي ليس موجودا في كل مكان، والإجابة صحيحة. السؤال التاني علل أو بما تفسر أو أذكر السبب يستطيع الإنسان أن ينتصر على الشياطين. الإجابة لأنها حقيقة كتابية وإيمانية تؤمن بها الكنيسة وموجودة في الكتاب المقدس. فالله له سلطان على الشياطين، ونحن نستطيع أن ننتصر بمعونة الله والإيمان به واستخدام الأسلحة الروحية ووسائط النعمة وعدم الخوف من الشيطان ومقاومته لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم. سين أربعة ماذا يحدث لو لم نستخدم الأسلحة الروحية في حروب الشياطين؟ طبعا الإجابة لو لم نستخدم ونمارس وسائط النعمة ننهزم أمام عدو الخير اللي هو الشيطان ونخضع له، وهذا يؤدي إلى الهلاك الأبدي في الجحيم، لأن الكتاب المقدس قال لنا هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، طبعا مع التناول، علشان ربنا يحفظ نفسنا وينجينا من كل عمل شرير. وبكده نكون خلصنا مراجعة المنهج كله،
ولإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين.